بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ونفس لا تشبع. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو الحديث الرابع من الحديث التي عقدها المصنف تحت باب التشهد، ومر معنا قبلها ثلاث أحاديث وحاولوها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله إلى آخره. ثم قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. أما الحديث الثاني فهو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. هذه هي الحديث التي سبقت حديث الحديث الذي بين يدينا، وكلها مر الكلام عليها وعن معانيها وعن مواضع أين تقال إلى آخره، وهل فيها منها ما هو واجب وما هو سنة إلى آخره. أما حديث اليوم فهو حديث عبد الله بن عمر، سأتكلم عليه. وفي بداية هذه الجلسة، وهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين عام 45 و400 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن كما بلغنا هذا الشهر أن يتمه علينا وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا ويمن علينا من أن نكون ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. ولا شك أن بلوغ الشهر نعمة من الله عز وجل، وكم تعرفون من إخوانكم وأقاربكم ومعارفكم ممن كانوا يظنون أنهم يبلغون هذا الشهر، ولكنهم أدركتهم المنية قبلهم قبل أشهر، وقبلهم قبل أيام، وقبلهم قبل ساعات. فالآجال بيد الله عز وجل، ولهذا المسلم الحريص على الخير لنفسه أن يستغل الأيام الفاضلة، ويشكر الله عز وجل أن بلغه هذا الشهر الكريم وهذه الأيام، وأن يتمه علينا، فلا يدرى من يتمه ممن لا يتمه. كيف وأنتم في هذه البقعة المباركة قد جمع الله لكم بين شرف الزمان وشرف المكان، وهذا مكان، وهذا يعني مقام من يعني يعرف الخير حق الخير يعرف كم خصه الله عز وجل وكم اصطفاه بأن جمع له بين شرف الزمان والمكان، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن العمل، لأن المطلوب يا أخواني هو الإحسان وليس الكثرة. يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقول أيه أكثر. وإن كان الكثرة لا شك أن أشهر طريق إلى الإحسان، لكن الذي ينبغي أن يعتني به العبد هو الإحسان. والإحسان أن يكون على أن يكون إخلاصا لله عز وجل، وأن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن إخلاص مع الحنيفية، إخلاص أن يكون العمل لله عز وجل خالصا بعيدا عن الرياء وبعيدا عن طلب مدح الناس أو ثناء الناس، وأن يكون حنيفا بمعنى أن يكون مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع وعن الخرافات وعن الشوائب التي تشوش على العمل الصالح. ولهذا اجتهدوا فقد الله وإياكم أن يكون عملكم خالصا صوابا، وهذا هو الإحسان. ولهذا مدح الله المحسنين والذين يحسنون: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأحسنوا حفظكم الله في صيامكم وفي صلاتكم وفي قيامكم وفي صدقاتكم وفي بركم وفي إحسانكم وفي نفقاتكم وفي كل ما يعينكم الله عز وجل عليه من أعمال الخير والبر وأنواع العبادات. قد رحم الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إذن هذا يدل على حرص أبي بكر رضي الله عنه على الخير،
وأبو بكر من هو أبو بكر؟ هو أفضل الأمة بعد نبيها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، وما سمي صديقا إلا لعظيم إيمانه وتصديقه رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، فآمن يعني تصوروا أن يقوم رجل ويقول إنه نبي ويدعي النبوة، ثم يأتي أبو بكر ويصدقه في أول مقولة. هذا ليس سهلا، ليس سهلا أبدا. أولا يدل على عظم يقين أبي بكر وعقله، وعلى معرفة التامة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن به من أول يوم، بينما أي من يدعي نبوة غالبا يدخل في النفوس ما يدخلها، ولهذا يعني إيمانه عجيب وتصديقه عجيب، يعني ولهذا يعني ومواقفه في الإسلام وما حفظ الله به الإسلام شيء عجيب لقوة إيمانه رضي الله عنه، إيمان عجيب. يعني على سبيل المثال، حينما يعني حصلت الإسراء وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة من المسجد الحرام المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وحصل ما حصل وشيعت الصلاة إلى آخره، وعرج به إلى السماوات العلى، ثم جاء ومن ليلته عاد إلى قومه يخبرهم، فلما أخبرهم فرحوا بها، لأنه ليس معهودا أبدا، وليس المعقول أنه من مكة إلى الشام ثم في ليلة واحدة، بينما القوافل بالأشهر حتى تصل وحتى تعود، فما صدقوا وفرحوا ورأوا أن هذا يعني يؤكد لهم أنهم أن 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 تشكيكهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي في محلها، حتى إن بعض ضعاف الإيمان اهتز إيمانهم، وحتى قال لهم إن شئتم أن أصل لكم الطريق وأصل لكم بيت المقدس وأوصف لهم كل شيء في الطريق، حتى قافلة في الطريق قال لهم كذا وكذا، ومع هذا ما صدقوا. فلما جاء أبو بكر أقبل، قالوا اسمع ما يقول صاحبه. قالوا ماذا يقول؟ قال يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى الأقصى ثم عرج به ورجع. ماذا قال أبو بكر؟ يعني قال شيئا عجيبا لا يقوله إلا مؤمن غير الإيمان. ما قال هو صادق أو إن انظروه يصف لكم مثل المقدس كما هو ويضرب الطريق، قال لا، قال صدقته في خبر السماء، وصدقت أنه نبي ما دام نقل إذا كل ما يقول صح وحق، صدقته في خبر السماء، فلو صدقه فيما يقول مما يدل على 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 قوة الإيمان العجيب، قوة إيمانه ويقينه، ما دام ادعى ما دام قال إنه رسول وأنه يوحى إليه هذا كافي، أنا صدقته في أنه رسول، ما دام صدق رسول فإذن كل ما يقول حق، مما يدل على عظم إيمانه. حتى في حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف عجيبة لا أحب أن أطيل فيها، لكن من حينما يعني الرسول حينما توفي كان قبل وفاته عقد جيش أسامة، قال أنفذوا، وهو في مرض الموت، أنفذوا جيش أسامة، بمعنى يذهب إلى يقاتل الشام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واهتز الوضع في المدينة وفي كل مكان طبعا، وأيضا ثم بويع أبو بكر فكان الخليفة، فأول عمل قام به قال ينفذ جيش أسامة. قالوا يا أبا بكر
أنت ترى حالنا وترى ضعفنا وترى الأعراب حولنا والكفار حولنا وانقضوا على المدينة. قال جيش أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ ما من غير أي تردد، ولم ينظر للحالة ولا للضعف ولا لإضطراب المسلمين ولا لإضطراب الناس، قال ينفذ. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما عقد الجيش وجعل رئيسه أسامة كان من جملة الجيش أبو بكر وعمر. فأبو بكر استأذن إذا تأذن لي ولا نمشي معك مع أن الخليفة، فأذن له. ثم أيضا طلب منه أن يأذن في عمر أن يبقى، الجيش كله يبون يذهب. وكان والخير والصلاح حينما تسامعت الأعراب وسامع أن 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 أبا بكر نفذ الجيش، قال هؤلاء أقوياء. المقصود أن 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 المقصود إيمانه رضي الله عنه ويقينه وبكل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، والكلام في هذا يطول. هذا هو أبو بكر، وهو ومع هذا يقول علمني علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ولا شك أن هذا يعني من حرصه رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا الأمة من بعده. فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في صلاتي لم يحدد أي موطن. المصنف جعله في حال التشهد، في حال التشهد، بينما اللفظ في صلاتي. الصلاة تشمل التشهد وتشمل السجود وتشمل مقامات أخرى، ولذا قال العلماء يستحب أن يقال هذا الدعاء إما في التشهد لأنه قال فليتخير من المسألة ما شاء، أو في السجود، أو في السجود لأنه هو موطن الدعاء. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء عظيم، وهو من جوامع الدعاء، من جوامع الدعاء، نقف عنده قليلا. هذا الدعاء مرتب تتجع به، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولا اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لأبي بكر، وأبو بكر كما قلنا هو أرجح الأمة إيمانا. فإذا كان أبو بكر يقول أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فمن بالنا. وهو استفتاح يستفتح به المسلم وهو يدعو ربه، اعتراف وإقرار بالذنب، وليس الذنب فقط، ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والظلم هو المجاوزة، الظلم حينما يقع الإنسان في ظلم يعني أنه وقع في المجاوزة في الغلط، سواء في حق نفسه، في حق إخوانه، في حق ربه، في حق كل من له حق. فأنت أن تكون ظالما حينما تتجاوز، تسرف على نفسك، تظلم والديك، تظلم حق أولادك، تظلم جيرانك، تظلم أصحابك، تظلم ربك، تقصر في حق ربك. فالظلم هنا عام، فأنت تقف بين يدي ربك وترفع يديك وتقدم هذا الاعتراف وهذا الإقرار بالخطأ وبالضعف. إنسان
من 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 أعظم ما ينبغي أن يهتم به المسلم وهو يناجي ربه أن يعلن ضعفه وعجزه وبراءته من 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 أي حول أو قوة، لأن إذا 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 أعانه الله واستشعر حقيقة ضعفه وعجزه هو أقرب لأن يستجاب دعاؤه. أما أن يدعوه قلبه لاهي أو يدعوه منصرف أو يدعوه أيضا قد يكون معجب بأعماله أو بصدقاته أو بإحسانه أو ببره لوالديه أو بكلام الناس حوله ويغتر، هذا مشكلة. إذا كان الأبوان إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام الله عز وجل أمرهما أن يبني البيت، وإذا رفعوا إبراهيم القواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، كيف يدعواني عليهما السلام أن يتقبل من والله هو اللي أمرهما، يعني كان مقبول ما دام الله هو اللي أمر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فالله هو الذي أمره ومع هذا ربنا تقبل منه، يعني هو يعني لو بالتفكير ما دام الله أمرهما كان الأمر مفروغ منه، لكن لا، قوة التوحيد وقوة يعني عدم الاعتماد على الحول وعلى القوة، قال ربنا تقبل منا، لماذا؟ يخشى أن يدخله رياء، يدخله ضعف، يدخله عجز، تقصير، قد لا يؤدي الأمل على وجهه، ومع أنهم أمر به لكن بشر هم أنبياء. فما بالك أنت حينما تقدم أو تتقرب الله بأي عمل، ونحن في هذا الشهر المبارك وأنتم تجتهدون في الأعمال الصالحة، اجتهدوا لكن وأنتم على خوف، اجتهدوا وأنتم على وجل، اجتهدوا ولا تعجبوا بأعمالكم مهما أعانكم الله على كثرتها وعلى وفرتها وعلى قوتها وعلى يعني أعانكم على أن تؤدوها بشكل مرضي، أبدا يدخل الشيطان، يدخل الرياء، يدخل العجب بالنفس، صلى الله السلامة. ولهذا حينما يستفتح العبد يقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إذن هذا الأول. الأمر الثاني لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه غاية التوحيد وغاية الاستسلام عز وجل وغاية الإقرار بأن الله سبحانه وحده هو غفار الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو كما قلنا يعني توحيد واعتماد على الله عز وجل ولجوء إليه سبحانه وتعالى وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. وهذا تقريبا يتوافق مع الآية في سورة عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من أقارب، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر إلا الله سبحانه وتعالى، ويقال هنا ولا يغفر الذنوب إلا، ثم قال فاغفر لي، يعني بعد أن قدم بهاتين المقدمتين العظيمتين، الأولى الاعتراف والتقصير وظلم كثير، والثاني أنك موقن لا يغفر إلا الله سبحانه وتعالى، بعد هذا تدخل على ربك وتقول فاغفر لي، ثم قال مغفرة من عندك. لماذا قال من عندك؟ قال العلماء قال من عندك بمعنى ليست بسبب أعمالي ولا بسبب اجتهادي ولا بسبب يعني شيء قدمته، إنما بفضلك
وإن كان إنسان يجتهد بالأسباب لكن لا، هو بفضل الله وحده. فالله تسأل ربك أن يمتن عليك بمغفرة من عنده، ليست مقابل عمل فعلته أو 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 إحسان قدمته أو عمل صالحا فعلته، لا، إنما من عند الله عز وجل، بمعنى أنه تتبرأ من حولك ومن قوتك ومن أعمالك، وما مهما مهما يعني قدمت من صالح، كما أقول التوحيد هو أن ترتبط بالله وحده، لا يغفر من أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، جمع بين المغفرة والرحمة، اغفر لي وارحمني. المغفرة هي ستر الذنوب، والرحمة هي فضل من الله عز وجل أن يشملك برحمته وإحسانه. ولهذا قال إنك أنت الغفور الرحيم، أتى بالاسمين الكريمين لله عز وجل، الغفور مقابل فاغفر لي، الرحيم مقابل وارحمني. إذن هذا هو من جوامع الدعاء، وينبغي أن يجتهد فيه المسلم في الصلاة وخارج الصلاة. لكن في الصلاة كما قلنا الشيخ المصنف هنا وضعه في باب التشهد، بمعنى بعد أن تفرغ من التحيات ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلام على أبي جهنم وفتنة المحيا والمات، تقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، تأتي به في هذا الموضوع أو في السجود، لأن السجود هو محل الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقاملون أن يستجاب لكم. وسيأتي معنا أيضا مزيد كلام في عن 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 قضية السجود والركوع ومحل الدعاء فيهما في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. نعم. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا هذا في أورده الشيخ في التشهد، بينما مقامه ليس في التشهد كما هو واضح هنا، هو في الركوع والسجود. قال عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أن يكبر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي بعض الروايات يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به كما سيأتي. هذا الحديث بعد أن أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، آيتان نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل. الأولى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الثانية سورة النصر إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وحقيقة
ختام الوحي وختام القرآن بهاتين الآيتين عجيب. الأولى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه تتعلق بكمال الدين من حيث أحكامه وعقائده ومطلوباته الخبرية الأكمل، وهذا لا شك أنه يعني منه ويعني خبر من الله عز وجل تختص بهذه الأمة. ولهذا يهودي جاء إلى عمر كما في البخاري فقال: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم، آية في لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذناها عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله في عشية عرفة في حجة الوداع. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته 23 عاما هو يدعو تنزلت هذه الآية في آخر ما نزل، يعني كان الله يقول انتهى الوحي، بمعنى كمل الدين، بمعنى أنه بلغ نهايته. طبعا ما معنى كامل؟ يعني غير ناقص ولا يقبل الزيادة، وهذا مهم جدا. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني انتهت المهمة. حينما تنظر يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، في العهد المكي والعهد المدني والحروب والغزوات والانتصار والانهزام والمد والجزر، الله عز وجل أراد أن يكون دين هكذا، وأن يكون الأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على البشر من مرض ومن ضعف ومن صحة وإلى آخره، لكن دين حق. وتنزل الوحي مفرقا منجما في آخره: اليوم أكملت لكم دينكم، يعنى في الأحكام وفي العقائد وفي القصص وفي الأخلاق وفي كل الكمال، فما كمل لا ينقص وما كمل لا يحتاج لزيادة أبدا. ولهذا لا نقبل في دين أي زيادة، وأي زيادة هي بدعة، أي زيادة على ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض. هذه الآية. الآية الثانية هذه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وتعلمون قصة عمر حينما سأل الصحابة وفيهم ابن عباس، فقال: ما تقولون في هذه الآية، في هذه السورة أو في هذه الآية؟ فقالوا: إن الله أمر نبيه حينما يعني اكتمل الوحي أن سبح الله. فقال ابن عباس: قال: ما تقول ابن عباس؟ قال: إنها نعي النبي نفسه، إن الله نعى نبيه نفسه، بمعنى انتهى الوحي، انتهى الوحي. نقف عندها قليلا. إذا جاء نصر الله وفتح، فتح مكة وهو الفتح والنصر، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عجيب، يعني هذه البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، و يعني والإعلان
عن نجاح دعوته. فقال له ربه: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا يعني جماعات جماعات جماعات، بينما أول دعوة ضعاف ومستضعفين، وهذا يوم وهذا يرتد وهذا. قال لا، الآن سيدخلون ولا يخرجون. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا هذا ليس في عهده فقط، إلى يوم القيامة. وأنتم تعلمون منذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والإسلام في زيادة إلى اليوم. إلى اليوم بمعنى الدين من حكمة الله عز وجل وانتشاره ليس مرتبطا بالدولة ولا بالسياسة. الدولة الأموية قامت وسقطت، العباسية قامت وسقطت، العثمانية قامت وسقطت، دول تقوم في الأندلس في غيرها في الهند في تقوم وتسقط. سنة الله في الدول، سنة الله في الناس كلها، في المسلمين وغير المسلمين. الدولة لها عمر وتنتهي. الإسلام ليس له مرتبط بقوة الدولة، وإن كانت الدولة لا شك طبعا أن 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 ينعم الله على الدولة بأن تخدم الدين، هذا نعمة. لكنه لم يجعل الله عز وجل أن معتمد عليها. الآن إلى حد ما الأمور الإسلامية ضعيفة والإسلام ينتشر. الذين يدخلون في دين الله أفواجا. إذن هذا هو يعني الآية عجيبة. إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، بمعنى اشكر الله عز وجل وانتهت المهمة. وكما قال العباس هو نعي للنبي صلى الله عليه وسلم إخبار أنه انتهت مهمته وانتهى عمره عليه الصلاة والسلام. قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء أيضا من جوامع الدعاء. سبحانك، التسبيح هو التنزيه. التسبيح هو التنزيه، فحينما تقول سبحان ربي العظيم يعني تنزيهه، سبحان ربي العظيم تنزيهه. ولهذا غالبا في القرآن إذا جاء التسبيح جاء بعده سبحان ربك عما يصفون، غالبا تأتي بعد ادعاءات المشركين أو الكفار أو من يريدون أن ينالوا من مقام العز وجل سبحانه. فالتسبيح التنزيه، فأنت تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب. تعالى الله عز وجل، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. إذن تنزيه وحمد. ال 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 إما أن يكون المعنى أنزهك وبحمدك أعنتني على أن أنزهك، ف والمعنى الثاني وأظنه أقوى، وهو أسبحك مع حمدك. التسبيح تنزيه والحمد ثناء. إذا التسبيح تنزيه في جانب نفي النقائص الله عز وجل، وحمد في جانب الثناء على الله عز وجل. وهذا المعنى أقرب وأقوى، وإلا كلا المعنيين محتمل. بمعنى أسبحك وأحمدك أن وفقتني للتسبيح،
أو أسبحك وأحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا هذا كما قلنا أول الثناء وتمجيد، ثم تدخل على الله بأن يغفر لك. فأنت قبل أن تطلب المغفرة تمجد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بما هو أهله، تنزهه وتحمده فتقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كما قلنا قبل قليل، يعني الأصل أن السجود محل الدعاء والركوع محل التعظيم، لأن في قوله فعظم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر الدعاء. لكن الدعاء تعظيم، الدعاء تعظيم، بمعنى أن ولهذا في أن تقول في الركوع تدعو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في الركوع، في الركوع تقول سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقولها في السجود وفي الدعاء وفي الركوع، مع أن الركوع هو للتعظيم، لكن لا مانع عن أن تدعو في الركوع. ولهذا العلماء قالوا يعني التعظيم الرب في الركوع لا ينافي الدعاء، لأن الدعاء تعظيم، والدعاء في السجود أيضا لا ينافي التعظيم، لأن أيضا الدعاء تعظيم. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الركوع عظم فيه، حينما تدعو لا يتنافى مع التعظيم، وحينما تدعو في السجود لا 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 يعني أن السجود ليس تعظيما، السجود تعظيم، حينما تسجد لله فأنت تعظمه، وحينما تركع فأنت تعظمه. المقصود أن هذا الدعاء يقال في الركوع وفي السجود، لكن الشيخ أورده في خاتمة في كلامي على التشهد، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.